الالكترونيه شوف تي في. كما ولفتوا العوده للبرنامج ديالكم الخدماتي التطوعي في الشان الصحي. شوف صحتك مع دوك نسرين، شوف صحتك مع دوك نسرين في حله جديده، حله الدخول المدرسي مورا العطله الصيفيه مورا العيد، وكمنا معكم كل شيء. هادشي احنا رجعنا لكم. الوغ شوف صحتك مع دوك نسرين غنتوليو تلاقاو معاه كل يوم اثنين واربعاء من 10 حتى 11، يوم الجمعه من 11 حتى 12، يوم الاثنين والاربعاء غادي نهتموا بالمشاكل العضويه، كل من المشاكل اللي تتهم الصحه ديالكم. يعني البرنامج ديالنا المبدا ديالو الوقايه خير من العلاج، حنايا هنا فقط للتوعيه والارشاد الصحي. يوم الجمعه حصه اللي غادي تعتني بالمشاكل النفسيه ديالكم، كل ما هو عنده علاقه بالمشاكل النفسيه. من 11 حتى 12 يوم الجمعه، من 10 حتى 11 يوم الاثنين ويوم الاربعاء، تحيه لكم، مرحبا بكم عندنا ومرحبا بنا عندكم. ما كانش موضوع احسن من الموضوع ديال الساعه، والموضوع ديال الساعه هو الدخول المدرسي. الوليدات ديالنا بداو المدرسه، الدخول المدرسي، فرحه الدخول المدرسي والمشاكل ديال الدخول المدرسي. الدخول المدرسي ماشي هو فقط انني غادي نمشي للمكتبه وغادي نشري الكتبه، ولا انني غادي نشري الدفاتر وغنشري المحفظه وغنشري اون تروس زوينه. نو، هادشي تيتعداه حوايج اخرين، حوايج اللي تيقدروا يمسوا الاعضاء ديالنا ويمسوا النفسيه ديالنا، كو سوا ديالنا حنايا اوطون كاباء ولا الاطفال ديالنا ولا المسؤولين على هاد الاطفال في المدارس. لهادشي كما تنقول لكم حنايا دائما هنايا فقط للارشاد والتوعيه الصحيه. معكم الدكتوره نسرين سجام، طبيبه الاسره والكوتش المتخصصه. معنا اليوم الاختصاصي والاستشاري في المجال لهادشي، معنا اليوم الدكتور انور ياسين. دكتور انور ياسين هو طبيب اختصاصي في الامراض النفسيه، اخصائي في العلاج السلوكي والمعرفي، اخصائي في طب الادمان، طبيب داخلي في فرنسا سابقا، رئيس مصلحة الأمراض النفسية بالعيون سابقا. ما نسيت والو دكتور أنوار. تخيل الكاميرا ديالك هي هذه دكتور أنوار. صباح على المشاهدين ديالنا، مشاهدين شوف تي في. صباح الخير لجميع المشاهدين شوف تي في. نتمنى أننا نكونوا على حسن ظن المشاهدين، وكنشكر الدكتورة نسرين سجام على هذه الاستضافة الطيبة، وخصوصا على هذا العمل القيم اللي كتقوموا في مجال التوعيه الصحيه وخدمه المواطنين. مرحبا. الوغ لاله فاتحه، ماشي غادي نهضروا على الدخول المدرسي وكيفاش غادي نديروا بحال ما عمرنا ما قرينا، ولكن يمكن منين غادي تتابعينا لاله فاتحه غادي تعرفي بان عنده ابعاد، وابعاد كثيره بزاف. منين تنهضر على الدخول المدرسي ما غنهضرش غير على النهار اللي غيدخل عليه الوليد ليكول، نو. حنا منين تنهضر على الدخول المدرسي تنهضر على كل شيء، كيفاش نوجد عليه، ومنين يدخل الوليد للمدرسه كيفاش غادي نتعاملوا معاه، كيفاش غادي نبداو نوجدوا الامتحانات، كيفاش غنبداو نوجدوا الدروس. يعني الا تبعتينا اليوم غادي تعرفي بان مع الاختصاصي ديال المجال ديالنا الدكتور انور ياسين الموضوع هو الي ان بو بلو فاست. احنا هنا كما تنقول فقط للتوعيه والارشاد الصحي، الوقايه خير من العلاج. دونك غادي نعطيو غنحاولوا نعطيو ارشادات كيفاش باش يكونوا الوليدات ديالنا ونكونوا حنايا مرتاحين مع لا سكولاريزاسيون ديالهم. ياك دكتور انور؟ ان شاء الله. الوغ اول حاجه غادي نهضروا عليها، الا جينا نهضروا على الدخول المدرسي ولا على التمدرس بطريقه عامه، ما غنقدروش نهضروا عليه بلا ما نفرقوا، لان كاينين مستويات، كاين اللي يلاه غيدخل اول مره، وكاينين مستويات وحدين اخرين. كيفاش نقدروا نقسموهم دكتور انور؟ الوغ هو اولا اهني جميع التلاميذ على الدخول المدرسي وجميع الطلاب على الدخول الجامعي، ونتمنى النجاح والتوفيق للجميع. هو الدخول المدرسي ما كاينش دخول مدرسي، كاين بزاف ديال الدخول المدرسي، وذلك على حسب الفئه العمريه
ديال هذا الطفل وعلى حسب المستوى الدراسي اللي غيدخل ليه. هذا الدخول المدرسي والاختلاف ديالو كيبدا من الحضانه حتى للتعليم الثانوي. وملي كنتكلموا على التهيئ الدخول المدرسي راه ما كنهيئوش غير الوليدات، كاين تهيئ ديال الاطفال، كاين تهيئ ديال الاباء. شي مرات لي بارون تيكونوا ستريسي كثر من الوليدات وكيدوزوا داك لو ستريس للوليدات تاعهم. وكاين حتى التهيئ في جانب اسره التعليم، و جون بروفيت باش لتحيه خالصه لاسره التعليم الذين يقوم كامله اللي كيقوموا بعمل جبار في تربيه وتعليم اطفال المغاربه. الوغ نبداو من الحضانه. اول دخول حيت اول كونتاكت. جو نفي با بارلي دو بروميير كونتاكت، بلوتو لا بروميير سيباراسيون من الام. فوالا، اول مره غادي نفرقوا طفل ولا الرضيع بارفوا. الرضيع بارفوا بالنسبه للامهات اللي كيخدموا. فوالا، حيت دابا نظرا لتطور المجتمع ديالنا، نظرا ان الامهات عدد كبير من الامهات كيخدموا، ملي كيسالي الكونجي دو ماتيرنيتي ديالهم ولا مثلا ملي تيساليو الفتره ديال الرضاعه كيبغيو انهم يرجعوا للعمل ديالهم. اكزاكتومون، سالات هذيك الثلاث شهور ولا اربع شهور ديال لا ماتيرنيتي وقررات انها غادي تدخل، انها تدخل ما عندهاش اللي غادي يشد ليها، ما عندهاش اللي يعيش هذاك الوليد ولا البنت، هذاك الوليد ولا البنيه. وبطبيعه الحال الرضيع راه ما عندوش السن انه يدخل المدرسه. تخيل اذا سوا كيديوه الحضانه سوا كيديوه عند مربيه ولا مربيه تجي تتقابلوا في الدار. فوالا، الوغ هذه كتكون اون سيباراسيون، بالاخص كتكون صعيبه للام وللرضيع ديالها، لان الرضيع في الاشهر الاولى ديال العيش ديالو مازال ما تيكون الى بري كونسيونس، مازال ما خدا لا كونسيونس انه انديفيدوي، اون بارل دو لانديفيدياسيون داكور. تيكون هو والام يل فورم ان سول سيستيم، اذا لا سيباراسيون اي تري ديفيسيل. دونك بروميييرمون خص الام دير ان ترافاي سور سوا، الام تهيئ نفسها، حيت راه صعيب الام عندها رضيع انها تخلي الرضيع ديالها للسيده. اولا ما كتعرفهاش السيده، ماشي هي تو سامبلومون كتفكر في الرضيع ديالها، واش هي ام صالحه، بحال كتانبها الضمير ديالها عادي نخلي الوليد غادي بحال غنسمح فيه، راه غنسمح فيه راه جو في لابوندوني داكور. الوغ الام خصها تحيد هذه الفكره من راسها. اولا هاد القضيه ديال انها تخلي، راه بزاف العيالات كيخليو الرضع ديالهم للمربيات اخرين و سا سباس تري بيان، ما تيوقعوش مشاكل، ما تيكونوش مشاكل الحمد لله. وثانيا بعض الاخصائيين في الطب النفسي للاطفال تيقول لك كاع راه هاد لا سيباراسيون مزيانه، بعض منهم. علاش هادي جاتني غريبه شويه؟ انا جاتني غريبه فاش سمعتها. كاينين واحد لو كونسيبت كنسميوه لاتاشمون، كاين لاتاشمون سيكوريزون نون سيكوريزون. الوغ لا جينا باش نعطيو المصطلحات بالعربيه، يعني انه تكون مرتبط، ارتباط، الارتباط ولكن سور لو بلون ايموسيونيل اي افكتيف، بطريقه الارتباط النفسي ومعنوي. فوالا، وهذا الارتباط ملي كتخلي الام طفل الرضيع بلوتو ولا الطفل كتخليه وكتزيد ترجع موراه، كيولي داك لاتاشمون سيكوريزون، اي سي بيان داك لونفون ان الام واخا كتغلي عندك السيده ديما كترجع. دونك داكشي اكزاكتومون داكشي كيربي فيه على حسب بعض الاخصائيين، داكشي كيربي فيه ثقه بالام ديالو، ثقه بالام، وسورتو ان اتاشمون سيكوريزون لاتاشمون، وهذا لا ناتور دو لاتاشمون اللي ما بين الرضيع. فوالا، انه دائما هو ثق بان امه عمرها ما غتسمح به واخا تتغبر تترجع تتاخذ. فوالا، وهذاك لو تيب ديال لاتاشمون ما بين الرضيع والام الا كان سيكوريزون ولا كان مزيان، راح في المستقبل ملي غيكبر هذا الطفل ملي غيتطور الشخصيه ديالو لاتاشمون غيكون تاثير ايجابي على كل شيء. داكور، بون هادي اون بارونتيز، سي سولمون اون بارونتيز. الوغ كيفاش نهيئوا هذا الرضيع او هذا الطفل اون بازاج على انه يمشي عند الحضانه ولا عند المربيه؟ خصها دار دون مانيير بروغريسيف، قبل ان الام تغادر المحل البيت ديالها للعمل، قبل ما تسالى داك لو كونجي دو ماتيرنيتي خصها دي داك الرضيع ديالها بصفه غراديويل تدريجيه. مثلا في الايام الاولى، مثلا الخمس ايام الاولى
تخليه غير جوج ساعات في الحضانه ولا عند المربيه، هادشي باقي الام في البيت. دونك سا سو بريبار افون ما تدخل قبل ما تدخل الخدمه. قبل ما تدخل الخدمه من الاحسن تخليه في الاول جوج ساعات بين ما انها هي تولف لا سيباراسيون مع الرضيع ديالها وبين ما داك الرضيع حتى هو يولف على ديك المربيه ولا على ديك البيئه الجديده اللي هي الحضانه اللي غيتربى فيها. داكور. فوالا اللي ماشي غيتربى فيها ولكن سي سورتو اون كاردوري وي سرا كاردي. من بعد دوز 5 ايام مثلا او 4 ايام على حسب الطفل، على حسب الام، على حسب الاستجابه، على حسب الاستجابه واحد كيفاش الاستجابه ديالو. فوالا من بعد نخليو مثلا نص نهار صبحيه ماشي نهار كامل. ومن بعد تقدر يخليو نهار كامل. يعني الا بغينا باش نسهلوا لان بزاف هنايا ديال لي كومونتير تيقولوا لينا زيدوا شرحوا لينا اكثر. يعني الوغ منين الام غادي تبغي تدخل الوليد ديالها بون اللي يلاه غادي تخدم الوليد يلاه عنده 3 شهور 4 شهور راضي بلوتو يلاه عنده 3 شهور 4 شهور لا 6 شهور فوالا حتى 6 شهور الوغ غادي نحطيه لواحد غنحطو في الحضانه ولا غنعطيه لواحد الانسان اللي هي غادي تكلف به اللي غادي تقابلو. الوغ ما نجيش ونحطو من النهار الاول حتى النهار اللي نكون انا باغي نمشي للخدمه ديالي ونجي ونحط لو بيبي بحال هكاك ونخليه لا قبل ما نبدا الخدمه ديالي نولف انا ويولف هو على هذاك الفراق اللي غادي نتفارق انا وياه. يعني في الاول نحطو لمده واحد الاسبوع واحد ساعتين ثلاثه تسوايع نرجعو عاوتاني من بعد نبدا نحطو غير نص نهار من بعد نهار حتى غيولف هو ونولف انا. يعني ما غنجي ندخل انا الخدمه غنكون حليت المشكل هو توالف على هذيك الحضانه ولا على هذاك الانسان ولا الانسان اللي غتكلف به وتا هي ولفت على انها تتفارق مع البيبي ديالها. البيبي ديالها بطبيعه الحال حيت صارت سي ان سيستيم الطفل والام ديالو يلفوا من سيستيم في الاول وهاد لا سيباراسيون كتربي حاجه اخرى على بعض حسب بعض الاخصائيين النفسيين للاطفال كتولف الطفل حتى على لانديفيدياسيون. لانديفيدياسيون وهو انها الطفل يبرون كونسيونس دو لوي ان طون كان انديفيدو اون انتيتي انتيير. يعني ماشي اون انتيتي اللي عاملها فيزيونيل هو والام ديالو. تري بيان داكور. سي با سولمون لاتاشمون مي اوسي لانديفيدياسيون. الرضيع غادي يدرس حنا الرضيع ما قلناش غادي يدرس حنايا تنهضروا على كثار هما النساء اللي تيكونوا خدامات وعلى 3 شهور ولا 6 شهور خصها لابد ترجع للخدمه ديالها وخصها اللي يشد ليها الوليد ولا البنيه ديالها. تبارك الله اللي عندها الام ديالها ولا عندها الحمات ديالها يتو راه يفي لافيغ طبيعه الحال تقدر ربي يسهلها ليها. ولكن كاينين الحالات اللي الام تتكون بعيده والحمات تتكون بعيده وما عندهاش حل من غير انها تحطو في الحضانه ولا تحطو عند واحد الانسانه اللي هي غادي تقابلو. دونك حنا تنحاولوا اننا نشرحوا. دونك تنشكركم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم معنا. الموضوع ديال اليوم هو الدخول المدرسي والتوجيهات للدخول المدرسي، كيفاش نتعاملوا مع الاطفال ديالنا، كيفاش التاثير ديالو تيكون علينا وعلى الاباء وعلى المدرسين. دونك الله يخليكم طرحوا الاسئله ديالكم كو سوا اي مشكل عندكم في الصحه ديالكم وبغيتوني نجاوبوا عليه انا نجاوبكم عليه اوطون كطبيبه اسره. معنا اليوم الدكتور انور ياسين اختصاصي في الامراض النفسيه العلاج السلوكي والمعرفي. دونك تقدروا تطرحوا عليه الاسئله ديالكم. تري بيان الوغ دوزنا للمرحله ديال الحضانه. فوالا دابا المرحله الثانيه وهو الدخول لا ماتيرنيل. فوالا اول كونتاكت دراسي سوادي. فوالا هذا الدخول هذا يكتسي اهميه كبيره في حياه النفسيه للطفل وفي الاباء نهضروا على الطفل وعلى الاباء. غنبدا اولا بالطفل. هاد الدخول المدرسي اول دخول مدرسي في الماتيرنيل هو اول اتصال اولا بعدا كيخرج الطفل من ذاك الاطار الابوي الاسري وكيدخل لواحد الاطار مؤسساتي جماعي. لذلك يكون عنده تاثير على حياته السيكولوجيه وعلى تطور الشخصيه ديالته. هذا بالنسبه للطفل. دونك سي اون سيباراسيون من الوالديه. لي بارون عندهم حتى هما دوطخ بريوكوباسيون اللي هما الانفصال على الطفل ديالهم. شي مرات الاباء تيكون عندهم الخوف والرعب اكثر من داك الطفل. وداك شي مرات الاطفال بزاف الاطفال اللي تيكونوا خايفين بزاف في وقت الدخول المدرسي شي مرات تلقاو رانا الوالدين براسهم تيكونوا عايشين في واحد لو ستريس مهم تيكونوا عايشين في واحد الخوف كبير وكيدوزوا داك الخوف ديالهم الطفل ديالهم بلا ما يشعروا. داكوغ. اذا
هاد الدخول، هاد لو جور جي ديال الدخول المدرسي خصنا نحضروا ليه كنتحضر بيان افون كيفاش واحد الوقت من قبل. فوالا، اول حاجه الوالدين خصو بعدا يديروا ان ترافاي على روسهم، يخدم على راسو، يخدم على راسو، يقول الوالديه يقول لنفسه انه شحال من طفل تيدخلوا الدروس الدخول المدرسي اي سا سباس بيان، ما تيوقع لهم حتى حاجه حتى شي مشكل، هما براسهم الاباء ملي كانوا صغار كان راه حتى هما دازوا من المدرسه وعندهم ذكريات طيبه من ذاك الدخول المدرسي، دونك ما خصهمش يخافوا ويديروا في بالهم انهم الا كانوا كيخافوا بزاف ولا بينوا الخوف ديالهم بزاف انهم يقدروا يوصلوا ذاك الخوف ديالهم للطفل تاعهم. اولا، ثانيا خصهم يبداو يتكلموا على الدخول المدرسي للاطفال قبل ما يبدا. كاين بعض الاطفال تيجيو حتى الاخر تيغفلوهم وتلقاو راسهم في المدرسه. الوغ ايماجيني لو تروماتيزم كو سا بو فيغ هاد لونفون. دونك كاين اللي تيقول لك لا ما نخلعوش وما نهضرش عليه من قبل. بالعكس. غير تنجيو ونحطو قدام الامر الواقع. هذا غلط. غلط كبير. بالعكس، الطفل خصك توجدو اسابيع قبل من داك الدخول المدرسي. كيفاش توجدو؟ اولا تهضر لي على المدرسه. تحليها لي. تحليها لي. تمشي شدو ولا تشوقوا انه يمشي لها، هو يولي طالب منك. هو وصل لي بعدا شنو هي المدرسه، حيت الطفل ما عرفش حتى شنو هي المدرسه. فوالا المدرسه راه فيها وليدات قدك في السن، عاد تدخل في قيس، مع تكون عندك معلمه، عاد بون لا ماتيرنيل ما تيكون باقي لو لوديزم. غادي تلعب تما كاينه، تلعب تما كاينه، عاد تعلم شويه. فوالا مع الوليدات. اكزاكتومون اكزاكتومون، تفسر له بعدا شنو هي المدرسه، علاش كنمشيو للمدرسه، وحتى من الاحسن تمشي للمدرسه وتوريها له قبل من الدخول المدرسي. خص الاباء يشدوا وليداتهم ويدوهم المدرسه باش يكون واحد النوع من التكيف لادابتاسيون، باش ما يديرش الوليد ان تروب لادابتاسيون من بعد، انه يوريو المدرسه ها هي المدرسه ديالك. وبعض المدارس، وهذه بادره طيبه من بعض المدارس، كيديروا دي جورني بورت اوفيرت، ابواب مفتوحه، تيمشيو الوليدات من قبل تيلعبوا تما كاينه، تيدوروا تما، تيدوروا كيتعرفوا على المعلمه، المعلمه كتعرف على الاباء، الوليدات تيعرفوهم تيقولوا هي المعلمه تاعك، ها هو القسم ديالك، ها لا شامب اللي كديروا فيها لا سيست بيسكو سي اون ماتيرنيل، ها الباحه ديال اللعب ديال الاستراحه ديالكم، فين تتاكلوا، ها لي زاتولي، فوالا ها لي زاتولي دو بانتور، لي زاتولي دو باتا مودلي، اش غادي نديروا. الطفل كيتشوق اكثر لذاك الدخول المدرسي، الدخول المدرسي ما كيبقاش يخاف منه، وما تيخافش من ديك لا سي، فان مازال ما عاش ديك لا سيباراسيون، مي كنوجدوه لديك لا سيباراسيون، ولا بلوتو تنشوقوا انه تيولي هو باغي يمشي ليكول. فوالا. الوغ بالنسبه للاطفال ديال لا ماتيرنيل، من المستحسن يكونوا الوالدين بجوجهم حاضرين، ماشي غير الام، من المستحسن الوالدين بجوجهم يكونوا حاضرين ويفسروا، يحس بهذاك فوالا انه اللي سوتني، يحس بان باه امه راهما حداه، وما يبينوش ليه، لكن امهات هما براسهم كيبداو يبكيو نهار الدخول المدرسي. دونك الا شاف الطفل الام ديالو، الله يسمح لنا من الميمات، الا شاف الوليد الام ديالو كتبكي، راه طبيعه الحال حتى هو يبكي، طبيعه الحال حتى هو عاد تجي حاله ماشي غير ديال الخوف، عاد تجي حاله ديال الهلع. داكوغ، وعي النهار الاول لو بروميي كونتاكت اللي غيكون عنده مع ديك المدرسه ما عيدوش مزيان، ويأثر لي على من بعد، على من بعد، على على الكورسوس ديالو. عندنا واحد السؤال من عند سهام، مرحبا سهام، تحياتي وتحياتي لكلهم المشاهدين ديالنا. دونك انا راه تنقرا لي كيستيون ديالكم، ولكن منين تلقى لي كيستيون راهما غاديين في الموضوع ديالنا في الشرح اللي تيعطينا الدكتور انور ياسين، دونك اون ميم طون راه حنايا تنجاوبوا. سهام، قبل ما نمشي ونكملوا في الماتيرنيل، تتقول لنا كيفاش خص يكون التعامل ديال الناس الحضانه في الحضانه مع الاطفال ولا مع الرضع؟ الرضع، فوالا مع الرضع. الرضع بون اون جينيرال سو سون دي جون كيكونوا فورمي، عندهم تجربه، تجربه داكوغ. التعامل على حسب، واش مربيه ديال طفل واحد كتقابل غير داك الولي، واش النوريس ولا الحضانه؟ هي علاش سولات؟ تتهضر على التعامل. التعامل، التعامل على حسب السن، كندخلوا في دي بتيت سوبتيليتي. التعامل، التعامل عادي بحال داك الوليد يعني اللي كيبكي، يعني تحاول تلعب بهذيك المربيه دور دور ولو ان ما يمكنش ما يمكنش ليها تاخذ دور الام. والطفل، الطفل انا فهمت السؤال ديال السيده، ربما خافت انك داك الطفل يولف على ديك المربيه اكثر منها. امبوسيبل، نو فوز اون فيت با. الطفل راه واخا تيكون باقي صغير راه كيكون عارف شكون هي الام ديالو.
كيفاش غتعامل معاه ملي كيبغي خصو الجوع خصو تعوضو بطبيعة الحال. هادشي اون بيدياتري لي بلوز ابيليتي كو موا باش تهضر في هذا الموضوع. ان شاء الله الاسبوع الجاي غنحاولو voilà. نستضفوها. ملي تي مثلا تيوسخ لي كوش تاوعو خصها تبدلهم ليه؟ يعني تتلعب الدور دور ديال الام ولو انها من محضنة ماشي الام ماشي الام محضنة لا نوريس اللي غتقابل اللي غتقابل تتربي وكيلعبوا كيلعبوا معاهم كيعطوهم دي جوي. المربيه او المحضنه خاصها تقابل حتى الحاله الصحيه العضويه ديال دوك الوليدات. كاين بعض الامر فوالا فوالا الا كانت شي مرات الام معايا كتكون مشغوله ما كتسديهاش على على بعض يقدر شي حاجه غادي تبان للمربيه اكثر ما تبان للام لانها تدوز معاها الوقت اكثر وتكون معاها بالنهار فوالا فوالا بالنهار تاخذ بالليل تينعس تقدر ما تردش البال حتى اضطرابات نفسيه كاين بزاف ديال الاضطرابات ديال فاهم بدايه التوحد حيت التوحد صعيب انك دير لوتيزم دياغنوستيك ماشي صعيب في الدياغنوستيك ديالو كيتعطل شويه سي فيغ لاج دو 3 اون جينيرال 2 ربع سنين بحال هكا عاد تيديرو ولا عرفتيه اكثر على قد ما عرفتيه بكري كان احسن فوالا بزاف ديال المعلمات وديال المربيات في الحضانه ماشي كشفوا على المرض ولكن كيشوفوا داك الوليد ما كيكونش عنده ان كونتاكت فيزوال ما تيشوفش مزيان ما كيديهاش في الوليدات الاخرين كيديها غير في لي زوبجي شي حاجه ماشي تيكون شاد فيها تيعاود فوالا كيعاود لو ميم موفمون لو ميم ريتوال لي ستيريوتيبي فوالا دونك بزاف ديال هاد الاعراض عنده شي لعبه ولا شي حاجه تيبقى يعاودها دائما تيبقى شاد فيها تيبدلها فوالا وشي مرات دوك الموضوع وهذا الموضوع غادي نهضروا فيه ان شاء الله في الحلقه ديال اليوم الجمعه اللي غادي تكون معنا في يوم الدكتور ان شاء الله ان شاء الله داكور دونك فوالا دونك باش نرجعوا للدخول المدرسي لا ماتيرنيل فوالا الوغ هاد الدخول المدرسي ديال لا ماتيرنيل كي قلنا بروميييرمون خص لي بارون هما يخدموا على راسهم ما خصهمش يخافوا ما خصهمش يدوزوا الخوف ديالهم للطفل تاعهم ما خصهمش يبينوا للطفل لا بريسيون خاص لا في يوجدوا ليه حويجاته يوجدوا ليه الادوات ديالو ويفيقوا شويه بكري في الصباح علاش حيت لا فاق شويه بكري في الصباح داك ما تسكنش الزربه حيت الزربه الطفل كيحس بها وسالو ستريس دونك تيتوتر فوالا من احسن الام الاباء تيتوتروا وهو تيتوتر فوالا مثلا كان الطفل كيفيق مع ديك مثلا 7 وربع 7 ونص الصباح يفيق مثلا مع ديك 7 الصباح توت ان ساشون مزيان اللي جبدنا هذا الموضوع ديال النوم عدد ساعات النوم في هذا لاج هذا 12 ساعه يعني خصو ينعس بكري باش نحسب ليه عدد ساعات باش ضروري من الاحسن 12 ساعه فوالا علاش حيت اولا راك لاحظتوا ان الرضع ملي الله كيتزادوا كينعسوا الاغلبيه ديال الوقت كيفيقوا غير الا كان فيهم الجوع ولا ايزون بيزوان داتونسيون محد ما كنزيدوا في السن محد ما النسبه ولا العدد ديال الساعات اللي كيحتاجها الطفل ديال النوم كتقلي وكتقل مع السن دايوغ لي سوجي اجي الناس الكبار في السن ما كينعسوش بزاف بالنسبه بارابور او جون بون في هذا السن هذا يعني 3 ans à 5 ans 12 ساعه اون جينيرال اولا اللي كاين هرمون النمو راه كاينه واحد الدكتوراه بيدياتر اللي عاد تكلم في هذا الموضوع كاين هرمون النمو اللي كيتطلق بالاخص في النوم ديال الليل بالنسبه للنمو ثانيا النوم راه مهم حتى بور لا بريباراسيون بسيشيك ولا ميموريزاسيون في لو سيرفو يعني الذاكره الطفل ولا التلميذ بصفه عامه حتى حنا الكبار ملي ما كنعسوش مزيان في الليل ما تنركزش ما تنقدروش نركزوا بالنهار وما كنقدروش والتركيز راه مهم بالنسبه للذاكره لاتونسيون الانتباه فوالا لي كاباسيتي اتونسيونيل مهمين بالنسبه للذاكره الانتباه والذاكره دايوغ ملي كنقول العقل اكزاكتومون يميموريزي ويعقل بيان سور ودايوغ راه بالليل كاين واحد لو سومي سميتو لو سومي بارادوكسال il sert surtout à fixer les souvenirs ديال داك النهار الوغ كاينه واحد المرحله في الليل بلوتو لي سيكل هما سي دي سيكل دو سومي وشاك سيكل في واحد الفتره سميتها لو سومي بارادوكسال هذاك لو سومي بارادوكسال كيصلح للانسان انه تيركز وتيثبت كل شيء معلومات اللي داز بالنهار اللي خدها بالنهار تبارك الله عليك تيفيكسيها اكزاكتومون دكتور فوالا دونك النوم يكتسي اهميه صحيه مهمه جدا بالنسبه للانسان بصفه عامه وبالنسبه للطفل خصوصيا عضويا بالنسبه للنمو ونفسيا بالنسبه للتركيز والذاكره فوالا دونك الطفل خصك تنعسو بكري خصك واحد القضيه بغيت نتكلم فيها دكتوره الا كان ممكن تفضل بيان سور وهي ديال لي سمارت فون ولي تابلت تليفونات ولي تابلت
تليفونات ذكيه ذكيه اونتر غيمي فوالا هاد التليفونات هادو كيطلقوا واحد لا لوميير سميتها لا لوميير بلو الضوء الازرق فوالا هاد لا لوميير بلو بعد عندها تاثير عضوي ماشي اختصاص ديالي من الاحسن تجيبوا دكتور في العين في امراض العين اللي يتكلم لكم في هذا الموضوع المهم راه كتعطي اون ديجينيريسونس ماكولير مع الوقت دونك اولا بصريا راه ما مزيانش اولا مي انا نتكلم عليهم سورتو على المشكل النفسي ديالهم اولا الا غنقطع كلامك الفكره المشاعه هو ان السمارت فون يعني الهواتف الذكيه ولا التابلت راه الولي ديالي ملي غيشدو غيعرف بزاف ديال المعلومات ومحدو هو تيلعب في التليفون دونك تتبين الذكاء ديالو وراه تيتعلم شي حوايج بكري وغادي يكون ذكي اكثر دونك هذه هي الفكره اللي هي مشاعه الوغ مزيان الوغ عندهم السلبيات كما عندهم الايجابيات ولكن بالنسبه ليا بالنسبه للطفل عندهم السلبيات اكثر من الايجابيات داكوغ الايجابيات في بعض لي زابليكاسيون ديال التعلم مثلا تتعلموا الانجليزيه مثلا كيعلموهم دي شانسون سميات ديال الحيوانات سميات ديال لي زوبجي سي فري كاين دي زابليكاسيون في لي تابلت ومزالين الوليدات الصغار ولكن يفو ليميتي لو كونتاكت مع هاد لي تابلت او ماكسيموم يفو لو ليميتي اولا هذاك الضوء راه الضوء راه اثاره بالنسبه للدماغ سا اكسيت لو سيرفو وثانيا واللي علاش هضرت في هذا الموضوع حاليا لانه كيدير حتى اضطرابات في النوم عند الاطفال كدير لهم اضطرابات في النوم كدير لهم دو ليكسيتاسيون كدير لهم تهيجهم كتهيجهم كدير لهم حتى بعض الحالات ادمان كاين بعض الاطفال توليو من صغرهم مدمنين على دوك لي تابلت ولا دوك لي سمارت فون الوغ انا شفت حالات ديال الاطفال اللي يمكن ما تحسش بيه تجلس معاه النهار كله وهذا الشيء كاين ما تحسش بيه يقدر ما يقولش كفيه الجوع ما يقولش كفيه العطش طبيعة الحال تعطيه الطابلات مع 8 الصباح وتخليه حتى 8 الليل راه ما يتحركش اكزاكتو وما غينوضش ما ينوضش غادي ينوض منين غادي يدفع لها طابلات ماشي مزيان لصحته حيت بيبقى جالس دونك يبقى بوجي لا سيدونتاريتي العينين ديالو راه كيأثر على لا ريتين ديالو تيتحبس فيها تيولي تتطور ولابرونتيساج ديالو كيتأثر بديك لا طابلات حتى المردود الدراسي يقدر يتأثر الا كان ادمان على دوك لي طابلات وعلى هذوك لي سمارت فون دونك نصيحة للآباء حاولوا بما أمكن تجنبوا هذوك لي تابلت بون حنا راه كنا قرينا بلا دوك لي تابلت ما كانوش فوقتنا حنا حتى لي تليفون راه وصلوا لي تليفون بورتال وصلوا لواحد الوقت متأخرة في السن ديالنا ألوغ أنا سي سعيد تيقول لنا عارفين المشاكل ديالهم غير ما خصهمش يفوتوا 30 دقيقة وي سي سكي ريكوموندي ولكن دوك 30 دقيقة تكون بناءة تكون في دوك لي زابليكاسيون الوغ السلام عليكم اللي عندهم هدف تربوي ولدي يعني عمر ديالو لالا اسماء الخضري تحياتي ولدي عنده 5 سنوات عصبي والزوج بعض الاحيان كيهدو بالمدرسه ديالو ومدمن على الهاتف الوغ فوالا يلا كنا كنهضروا عليه الوغ هنايا تنشكر بعدا تحيه وتنشكر الناس اللي هما تهتموا بالموضوع وفهموا الموضوع والله يخليكم اللي تيحس بانه ما مهتمش بالموضوع يخلي الناس الاخرين يستافدوا ويطرحوا الاسئله ديالهم باش ما يتخلطوش ليا لي كومونتير فوالا انا بالنسبه ليا مرحبا بكلهم لي كومونتير ديالكم كما كانوا ولكن بزاف ديال الاسئله هنايا تيطلعوا انا ما تنشوفهمش دونك خليو الناس اللي باغيين اللي عندهم باغيين يعرفوا باغيين يستافدوا الوغ تفضل دكتور انور الوغ هذه مع كل احترامي لهذا الاب فكره خاطئه لان الانسان ما يقدرش ما خصوش يهدد الطفل ديالو بالمدرسه الا قلتي له راه دير لي بيتيز عند ديك المدرسه عند ديك المدرسه الطفل شنو كيدير راه كيعتبرها بحال اون بونيسيون بحال عقاب كتولي المدرسه عقاب كيدير لو ليان ما بين المدرسه فراسو مع العقاب العقاب راه شي حاجه اللي هي سلبيه دونك عيتصور المدرسه انها مؤسسه سلبيه انها بلا شي حاجه تتخلع فوالا شي حاجه كتخلع انها فوالا انها بيئه عقابيه وهاد الطفل ما يبقاش يبغي المدرسه ما يبقاش يبغي المعلمين ما يبقاش يبغي يمشي ليها وعادي تطور ليه واحد المشكل اللي كتسمى الرهب الدراسي واللي هو غادي نهضروا عليه غدا ان شاء الله تخوف يوم الاربعاء باذن الله فوالا هو التخوف المدرسي فوالا التخوف المدرسي دونك بالعكس خصنا نحبوا لهاد الاطفال المدرسه خصنا نحبوا ليهم التعليم خصنا نحبوا ليهم المعلمين خصنا نحبوا ليهم الرفاق تاعهم حاجه اخرى مازال لي فكرتيني يا دكتوره قبل ما تدخل الطفل المدرسه خصك تعلمو حيت راه اول مره يدخل المدرسه انا نرجعو عاوتاني لو سوجي انيسيال ديال لا ماتيرنيل خصك تعطيه لي غاغل ا سويفغ في ديك المدرسه المعلمه تسمع شنو كتقول لك
تلقو ودنك تقول لك جلس جلس اللي تقول لك جلس جلس ملي كتقول لك سير تلعب لعب ملي تقول لك هذا وقت البوتيك وقت البوتيك والطفل خصنا نعلمو انه يكون عنده لو سونس دو بارتاج حيت لا ماتيرنيل تيكونوا فيهم مازال بون سي ان ميليو لوديك ان ميليو دابرونتيساج لوديك تيكونوا مازال فيه دي جوي دونك يتعلم كيفاش يسلف لي جوي ديالو يقبل انه يلعب مع الدراري الاخرين باش حتى تطور الحس الاجتماعي ديال هذا الطفل. هذه من جهه. من جهه اخرى ملي يديو الاباء دونك لنا لو جور جي الاباء من الاحسن من المستحسن يكون الام والاب حاضرين بجوج ويفسروا له يهضروا معاه يقولوا له احنا نخليوك دابا مع المعلمه ديالتك غتبقى في المدرسه وعادي نرجعوا ياكدوا انهم غيرجعوا يجيبوه مع الساعه فلان فلانيه ويخليوه مع المعلمه. هما بزاف ديال الاطفال كيبكيو ضروري في بزاف الاب كان تركيب مي اون جينيرال اون جينيرال مع لا ماتيرنيل تكون جوي الوليدات غيبداو الوليدات كيبداو يلعبوا هذا كعطوا كدوز 2 3 مينوت وصافي وكينسى وكينسى وكيولف كاين كاع الاطفال اللي كي ما تيبقاش باغي. بون انا بنتي الصغيره لا بيتيت ايناس دابا تتقول لي الله يحفظك دكتور انور تتقول لي انا بغيت جو في باسي لا نوي على ليكول مامون كاريمون بغيت نعس في ليكول. يعني انك قمتي بالدور ديالك كأم انك تحبي ليها بلا ما تشعري ربما حببتي ليها انت المدرسه وحتى المعلمه لعبات دور مهم فوالا. دونك حاجه اخرى مهمه مهمه بزاف ما تعطلوش على وليداتكم ملي تبغيو تجيبوهم لانه تحسوا بهذاك الخوف سورتو ملي كيشوفوا وليدات اخرين مشاو جا والديهم داوهم راه سا بو دوني دي بوكو دونكسيتي لهاد الوليدات هادو بزاف ديال الخوف لهاد الوليدات. دونك نشوفوا هاد الاسئله ورجع لك دكتور انور. دونك باش ما نخليوش المشاهدين يسحبوا لنا راه حنا ما حناش معاهم حنا مع لي كومونتير ديالكم. تنشكركم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم. تواصلوا معنا على الصفحه الرسميه ديالنا في فيسبوك facebook.shooftv.ma ولا على الموقع الرسمي ديالنا www.shooftv.ma. Si c'est dit Joud, donc Jobnek. Madame Siham, un sujet très pertinent, merci. Marhaba, Madame Siham. Madame Hissna, c'est vrai, Marhaba Bik. Madame Asma, donc, Liouelouli, il y a 5-7 ans, donc Jobtia, Lier. Madame Siham, je confirme. Iman, c'est vrai, Marhaba. Si Ben Azouz, Hadchi, Taf Louli, Taf Kibir, mais Chif Sir. دونك واش الاطفال كبرت هما نفس التعامل ولا لا؟ الوغ احنا نوصلوا كل مستوى احنا نوصلوا لهم فوالا الاطفال الكبار. دونك سي امير تنتمنى الشفاء العاجل الوليد ديالك الله يجيب ليه العفو والشفاء ونتمنى تلقى المساعده اللي انت تطلبها. بلا عبد احسنتم الموضوع دكتور وكذا اختي الكريمه تحياتي سي بلا مرحبا هذا واجب. ايمان دوما اكيلوغ اون فات سي با دوما سي نهار الاربعاء ان شاء الله يوم الاربعاء غادي يكون معنا الدكتور انور ياسين وغنكون انا غادي نهضر على الكارطابل وعلى لا كونتين والدكتور انور ياسين غيهضر لينا على المشاكل دونك غنهضروا بلوتو دو كوتي باثولوجيك المشاكل اللي تيكونوا واللي تنصادفوهم. الوغ راه حتى المؤسسه التعليميه خاصها تحبب الوليدات في المدرسه سالي جود وهادشي اللي تنقولوا وهادشي اللي تنقولوا فوالا راه الدور ديالنا حنايا اباء وديال المدرسه ويمكن المدرسه الدكتور انور تطبق اكثر من الاباء بطبيعه الحال لان الطفل كيجلسوا تيشوفوا المعلمين وكيشوفوا صحابهم اكثر من اللي كيشوفوا الاباء ديالهم في ديك الفتره كتولي بحال اسره ثانيه. وطبيعه الحال باش نرجع لهذه القضيه بصراحه وكنحيو مره اخرى جميع الرجال ونساء التعليم اللي تيقوموا بواحد العمل جبار جدا اللي تيبغيو العمل ديالهم اللي تيبغيو العمل ديالهم فوالا. هو سي فغي حتى المدرسه خاصها تلعب دور حتى المدرسه دايوغ هضرنا في الاول على الابواب المفتوحه نورمالمون يلي ريكوموندي ان جميع المدارس خصهم يديروا دي جورني بورت اوفيرت قبل من الدخول المدرسي باش الاساتذه والمعلمين يتعرفوا على الاباء التلاميذ يتعرفوا على هاد الاساتذه يتعرفوا على هاد القسم ديالهم اللي غيقراو فيه البيئه اللي غيلعبوا فيها البيئه اللي غيتعرفوا بها وغيكونوا عندهم حس دي كونتاكت سوسيو داكور. دونك وحتى المعلمين بون بالنسبه للاطفال لا ماتيرنيل تيكون لي تيم دابرونتيساج لوديك لوديك لو لوديزم يعني ابروند ان ساموز يعني نقراو اون ميم طون تنلعبو تنقرا فوالا. انا جو سوي سور كو ليكول اللي فيها البنيه تاعتك دكتوره كيديروا معاهم هاد لي تكنيك لوديك يعني تحببهم في القرايه فوالا. دونك هذا بالنسبه للدخول المدرسي للاطفال الصغار اللي غيكونوا اول مره غيدخلوا لا ماتيرنيل. تري بيان. لبنى الفلاحي السلام عليكم ولدي عنده 7 سنوات
مازال كان كيحشم بزاف، ماشي شجاع ومنطلق، كنحس به خواف. هذا الوغ الحشمه الوغ هنا تنشكر التواصل عاوتاني والتفاعل ديالكم. دونك دكتور انور، الناس فهموا المنطق ديالك. مرحبا دخلتي لهم قلوبهم. دونك تيطرحوا عليك الاسئله، تحياتي. دونك حنا غنحاولوا ناخذوا الماكسيموم ديال الاسئله ديالهم. الله يخليكم. الناس اللي هما الموضوع يعني ما تيهمهمش، بواحد الطريقه خليوا الناس اللي هما مهتمين بالموضوع عندهم الاسئله، خليهم يطرحوا الاسئله ديالهم. الله يجزيكم بالخير، مع تحياتي لكم كلهم، كلكم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم معنا. تفضل دكتور انور. الوغ الحشمه عند الوليدات الصغار، الحشمه هي كتقدر تكون بارفوا النواه عند الكبار، الحشمه ملي كتكون زايده. راه كنا كنحشموا ملي كنا صغار. اكزاكتومون. داكوغ، كلا كنحشموا في حدود. كاين واحد لايميت، كاين واحد الحد. فوالا. ما خصهاش تفوت حدها. إلا فاتت حدها وبقات دائمه، حنا مناش كنخافوا ان ديك الحشمه في الكبار تحول سكون ابيل بالفرنسيه لو تروب دونكسيتي سوسيال، الرهب الاجتماعي. من بعد يعني ولا. اللي هو مرض نفسي. مرض نفسي وي فوالا، مرض نفسي. ولكن هادشي من بعد هادشي تنقول لك غير نواه، غير سي دي زونفون. بزاف ملي كنكونوا في الكبار اللي كيجيو عندي في العياده وكنشوفوا الطفوله ديالهم وفي المراهقه ديالهم، تقول دكتور راك تحشومي بزاف. ملي كنت صغير كنت دغيا كنحمر، كنت ديما كندير كاسكيطه في القسم، ما كنبغيش نبين عينيا. ملي كتكون بنيته كتكون كتقول لي دكتور كندير لا ميش، لا فرونش، لا فرونش. فوالا كندير لا فرونج باش نضرق عينيا. كنت دغيا يديا دغيا يديا كيعرقوا ملي كنت صغير، في سورتو في الوليدات الصغار اللي كيبدا فيهم هذا الخوف بزاف، تيجيهم حتى دي بروبليم ديجيستيف. راه بزاف الاطفال اللي كيجيهم لي دياري بزاف، واللي كيجيهم اللي كضرهم كرشهم بزاف، واللي كيجيهم لي فوميسمون بزاف، ردان بزاف، ردان بزاف. بالاخص ملي كيجيهم غير في المدرسه، راه بزاف تيكون عندهم اضطرابات ديال الخوف. داكور، هادشي غير باش نعرف. يعني ماشي تعفن ولا اون كاسترونتيغيت ولا مرضي. انا علاش قلت لك هاد العلامات باش مدام الفيلالي حتى هي تقدر تعرف واش الولد ديالها واش عنده غير الحشمه ولا تطور داك الشيء للخوف الشديد. داكور. دونك كيفاش نتعاملوا؟ هما كاين اخصائيين نفسي. الا هادشي الا كانت الحشمه كثيره فاتت الحد، الا فاتت الحد، ولا كانوا هاد الاضطرابات ديال الخوف. الخوف فيه اضطرابات نفسيه وفيه حتى اضطرابات عضويه، بالاخص لا سفير ديجيستيف عند الطفل. هذا السوماتيز بحال انا السوماتيز بحال انا الجانب النفسي تاثر لي على تادي لي المشاكل العضويه في الذات ديالي. هاد الحاله هادي من المستحسن حيت ما حيت راه سيكونوا بزاف ديال ان كونتكست ديغيير. واش في الدار سي ان اونفون كي تري انيبي، واش كاين مشاكل في الدار، واش وقع ليه شي مشكل في المدرسه، واش نهار تعرض للاهانه، واش واش واش. هادشي على حسب كل طفل. دونك من الاحسن من المستحسن انه يشوف ان بسيكولوج، ما فيها حتى شي مشكل. حنا اي واحد فينا زعما اي بسيكولوغراف مؤسسات في الدول الغربيه، راه شاك ايكول تيكون عندها ان كونسيي ولا ان بسيكولوج ديال المدرسه، ان بسيكولوج سكولير اللي يشوف هاد الوليد ويشوف شنو المشكل بعدا. حيت بزاف د المرات هاد الخوف هذا تيكون لو سامبتوم ولا نتيجه لمشاكل اخرى، سواء مشاكل في البيت، سواء مشاكل في المدرسه، سواء مشاكل غير شخصيه. نعلموه كيفاش يحب الصوره ديالو. داكوغ. حيت الحشمه شنو هي الاصل ديالها؟ بزاف الناس اللي كيحشموا تيقول في راسو شنو هي الصوره كو جو ريفليت، اللي تنعكس الصوره اللي كنعكس للناس، شنو الناس يقدروا يفكروا عليا، لو جوجمون دوتخوي. يعني الاخر اش تيظن فيا، اش كيظن فيا وكيفاش كيحكم عليا. داكور. وكنديروا ان ترافاي ميم افيك لونفون سي بوسيبل، بالاخص لي بسيكولوج اللي دايرين العلاج السلوكي والمعرفي، اولا لي بيدو بسيكات عفوا. كاين الحمد لله دابا ولاو عندنا دي بيدو بسيكات او ماروك. بيدو بسيكات هو طبيب الامراض النفسيه للاطفال. سي ان بسيكياتر اللي عنده اختصاص في الامراض النفسيه ديال الاطفال، ويشوف بعد الاصل ديال هذا المشكل شنو هو، ويعطيها نصائح ويعطيها ويعمل مع الطفل حصص. الوغ ايمان الراوي، ميرسي بوكو. تحياتي للا ايمان، مرحبا بك. سي ادم من مكناس، انا كان ولدي كيقرا في المدرسه ديال الفلوس، دابا ما عنديش، الظروف عندي قاصحه الله يحسن العوان، وديتو المدرسه ديال الدوله وما بغاش يقرا غير تيبكي، شنو المعمول؟ ولكن شنو المشكل؟ علاش كيبكي داك الطفل؟ واش البيئه ديالته ديال ديك المدرسه، واش تحول ربما المدرسه
بدا شحال في عمرو قال لي السيد الوغ ما عطاناش العمر في المدرسه دونك في المدرسه غيكون في بريمير تري سوفون الوغ الانتقال من المدرسه هاد مزيان اللي تنحي الاستاذ على هاد السؤال لانه بصح الانتقال من مدرسه ماشي المشكل ماشي من الفلوس اكزاكتومون ماشي المشكل انك ديتيه استاذ من مدرسه خصوصيه لمدرسه عموميه سي ادم ماشي هذا هو المشكل ربما غير لو فات انك بدلتي ليه المحيط ديالو بحال داك هو ولف على صحاب على الاصدقاء ديالو ولف على المعلمين ديالو ولف على الساحه ديالتهم ولف على المدرسه ربما بدلتي ليه فوالا بدلتي ليه البيئه ديالو خديتي الطفل كان في بيئه وديتي لبيئه اخرى ماشي بالضروري حيت مؤسسه عموميه كاين بزاف ديال الاطفال في مؤسسات عموميه تقراو مزيان عجبهم الحال دونك ماشي بدات هذا دونك العمل اللي خصك تقوم به وهو كان ربما كان تهيئ الطفل هذا كان ربما كان خصنا نهيئوه قبل الانتقال راه غادي نديوك المدرسه حتى هي مزيانه غدير اصدقاء جداد غتشوف معلمين جداد يعني نوريو ليه الايجابيات ديال هذا الانتقال ديما تحاولوا توريهم الايجابيات اكثر من السلبيات باش دوك الايجابيات يضرقوا على دوك السلبيات شكرا دكتور انوار الوغ سي اسماعيل السلام عليكم شكرا سن دخول الاطفال للمدرسه يجب مراجعته 7 سنوات هو السن المناسب هذا سؤال الوغ هذا السؤال ماشي صعيب ولكن كاين فيه بزاف الاراء نعم كاين بعض الدول كيبداو التدريس مثلا في اسيا الشرقيه اسمح لي مش ممكن نقدر نهضر على الدول الاخرى تجارب دول اخرى مثلا في اسيا الشرقيه بالاخص اليابان وكوريا الجنوبيه كيدخلوا من 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 الصغر ديال الطفل عنده 3 سنين كيبداو ليه اللغات الاجنبيه كيبداو ليه الحساب على جو 3 ans il commence à faire كيبدا يحسب لي طابل داديسيون دو ملتيبليكاسيون دو بون و تيقول لك عندنا مردود كبير عندنا وبصح انا كوريا الجنوبيه من الدول اللي عندها مردود كبير مردود ان كلاسمون طبعاً تجزئه لا ان كلاسمون لو كلاسمون تقسيم لا ترتيب عفوا ترتيب كوريا الجنوبيه كتحتل مراتب متفوقه في المردوديه ديال 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 الدراسه الاطفال ديالهم تيكونوا لي بلو دوي في الدراسه تيكونوا لي بلو دوي في الحساب اكسيتيرا في لي ماتيماتيك اكسيتيرا اكسيتيرا بون هذه دول هذه تجارب بعض الدول في اسيا الشرقيه كاين تجارب ديال الدول سكاندينافيا مثلا فنلندا كي بون في لا ماتيرنيل مثلا ما تعلمهم والو تيكون غير اللعب تيكون غير اللوديزم تعلمهم الاغاني بيان سور لي كيلكو ابرونتيساج بازيك يعني بحال تيديروا الالفابي ديال الاغاني تو فوالا تيديروا شي حاجه من القرايه ولكن بواحد الطريقه مريحه و ايل غارد المرح ايل لو غارد حتى في ليكول بريمير كونتريرمون للتجارب ديال الدول الغربيه الاخرى داكور وكاينين العلماء النفس المحللين النفسانيين انا ماشي محلل نفساني تيقول لك حتى يسالي الطفل واحد بون غندخلوا شويه في ان دومين بعيد على الموضوع تيقول لك حتى يسالي واحد لافاس كتسمى لافاس اوديبيان عقده اوديب عقده اوديب اللي هي نظريه انا ما تنقولش انا ديك العقده كاينه ولا ما كايناش هي نظريه ديال المحللين النفسانيين تيقول لك نورمالمون الطفل كيسالي عقده كيبداها مع لاج دو 3 ans وكيساليها مع لاج دو 5 6 ans تيقول لك نورمالمون 6 ans هو لاج ايديال ديال القرايه زعما القرايه الصحيحه يعني ديال الابتدائي الاول فاطمه برش وي تفضلي مدام يحب الرسوم واللعب على الهاتف ولا يريد ان يحفظ كيف اتعامل معه هادشي اللي هضرنا عليه قبيله يلفو لو ابروندر à se séparer من ديك لا تابليت ومن ديك اللعب سمح لي واش لي سمارت فون ولا اللعب على الهاتف اللعب على الهاتف لا الرسوم ولعب على الهاتف خطا كبير داك الهاتف خطا كبير لي ديسان زانيمي بوكو با غير اتونسيون دابا لا بلوبار دي زيكرون ولا دي زيكرون ال دي لي زيكرون ما بقاش دوك لي توب كاثوديك التلفازات اللي كنت توب كاثوديك اللي كانوا قبل بون حتى هادوك راه كانوا اكسيتون حتى هادوك راه سيتي سورس لومينوز هاد لي ليد لي ليد راه يسون لا لوميير ليد كتهيج اكثر
داكوغ دونك يفو ليميتي حتى لو كونتاكت مع لا تيليفزيون حتى الرسوم المتحركه علاش لا راه كنا كنشوفوا رسوم متحركه ملي كنا صغار ولكن بطريقه معقلانه بواحد الطريقه معقلانه بواحد الوقت يكون تقسيم من ترونش اوغير فوالا يفو كي اون ترونش اوغير انا ولدي سي هشام الويزي تحياتي سي هشام انا ولدي فرحان بزاف عنده 3 سنين كيبغي يمشي واخا يكون مريض واش نورمال واخا يكون مريض واخا يكون مريض بالعكس سي 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 بون ابري كيس كي نورمال او كيس كي ملي با كل الاطفال راه سي دي زونتيتي ا بار سو سون دي انديفيدو ما كاينش طفل كيشبه الاخر كاين الاطفال اللي كيدخلوا اون فادير في لا موين جينيرال كيدخلوا كيبكيو شويه في الاول تيخافوا شويه في الاول من بعد تيولفوا تيتعجبوا المدرسه كاين الاطفال اللي تيطوروا وهنا كتولي حاله مرضيه خصها ان بيدو بسيكياتر تيطوروا كاع الرهب من الدراسه لا فوبي سكولير داكو وكاين اطفال اللي كتعجبهم بزاف في المدرسه واللي قالت مدام انه واخا يكون مريض تيبغي يمشي ليها حيت عنده لي بتي سي هشام اسمح لي عفوا سي هشام حيت تيكون عنده لي زابيتود ديالو كيعرف راه هو يمشي عايشو في صحابو عايشو في سورتو الا كانوا الاساتذه ظريفين الا كانوا الاساتذه اتونسيوني تيديوها في الوليدات تيديوها في الوليدات ولا كان لو بروغرام ديال المدرسه كي ادابتي ا لونفون غادي مع السن ديال الوليدات فوالا داكور تري بيان ومع الشخصيه ديال فوالا تري بيان لاله نعيمه المنصوري تحياتي لاله نعيمه سلام انا كبيره ملي كنخاف تيجيني الاسهال اسوماتيز وي فوالا اسوماتيز والاسهال سي سورتو شي لونفون ولكن اسمح لي السيده شنو كبيره مرة. كبيره انا كبيره ومنين تنخاف تيجيني الاسهال بون غنخرج شويه على الموضوع ولكن نقدر نجاوبها دكتوره بيان سور خذ راحتك الوغ كاين واحد واحد الاضطرابات لا سوماتيزاسيون كي قالت الدكتوره سيجام لا سوماتيزاسيون شنو هي جاي من سيمبتوم بسيكوسوماتيك بسيكوسوماتيك بسيكو سا فو دير لو بسيشيزم سا فو دير النفسيه ديال الانسان سوماتيك جاي من سوما سوما بلا لونغ غريك بالاغريقيه يعني الجسم يعني اضطرابات نفسيه عندها مظاهر واعراض جسميه تيكون الانسان عنده مشكل مثلا في المصران ديالو كيمشي عند الطبيب ديال المعده والمصران تيقول له راه ما عندك حتى شي حاجه كيمشي عند الطبيب النفسي سواء كيلقى عنده مشكل ان تروبل انكسيو مشكل ديال الخوف مرضي سواء كيلقى عنده بعض الحالات ما تخافيش مدام نسميه بصفه عامه فكاع الحاله ديال الاكتئاب وكاين كاع اللي تسمي هذه القضيه الكولون العصبي القولون العصبي لا كولوباتي فونكسيونيل لا كولوباتي فونكسيونيل دابا سميتها لو تروبل فونكسيونيل انتستينال بدلو لا نومونكلاتور تاعها دونك تروبل فونكسيونيل انتستينال لقاو ان بزاف ديال هاد لي تروبل فونكسيونيل انتستينو او بالعربيه القولون ديال الجهاز العصبي ديال القولون العصبي ولا الجهاز الهضمي فوالا عندهم اسباب نفسيه دونك مدام لاش شي طبيب بدا تشوف اولا طبيب سواء طبيب عام ولا طبيب اختصاصي طبيب اسره ولا طبيب اختصاصي ولا طبيب اختصاصي في الجهاز الهضمي يقلبها يتاكد ان المشكل ماشي عضوي الا ما كانش مشكل عضوي ديك الساعه من المستحسن او من الاحسن انك تشوفي طبيب نفساني مدام دنيا النصيري انا بنتي عندها 4 سنوات عندها سنه عندها سنه واربع شهور واش عادي الا دخلتها للحضانه مع العلم انني مازال كنرضعها هي الرضاعة على حسب لي ريكومونداسيون دو لو ام اس بون انا ما نهضرش على الجانب الغذائي الجانب الغذائي من احسن ان بيدياتر تتكلم فيه هما ولاو لي ريكومونداسيون تيقول لك الفطم لو سوفراج على ايتما هي تتفطمو هي تتفطمو فوالا تتفطم الرضاعة تتفطمو الفطم نورمالمون خصو يكون مع داك لاج ابارتيغ دو 6 موا نورمالمون كتبدا لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير التنويع الغذائي التنويع الغذائي مع لاج دو 6 موا باش حتى داك الطفل تعلمو لا سيباراسيون هي عندها عام وربع شهور عام وربع شهور لا خصها تفطمو بعدا تفطم الوليد عاد ديك الساعه دخلوا الحضانه ولكن بدوك الطريقه اللي كنت شرحت الام انه في الاول بعدا دير عمل على نفسها حيت راه بزاف الامهات باش تحيد هذيك الاحساس انها الخوف من انها تفرق من ولدها حيت لا كانت الام خايفه فوالا حيت لا كانت الام خايفه راه حتى داك البيبي ديالها غيكون خايف غادي يدوزو ليه فوالا غادي دوز ضروري الام كدوز الخوف ديال البيبي ديالها دونك خصها تكون الام دير بعدا عمل على الخوف ديالها ما تخافش وما تبيش الخوف ديالها الطفل ديالها ولا الاسره بصفه عامه داكوغ وما خصهاش كاع تخاف تفطموا بعدا وعاد ديك الساعه دخلوا بصفه تدريجيه تدريجيه يعني ساعتين اليوم في النهار اليوم الايام الاولى من بعد نص نهار من بعد نهار كامل في الحضانه فاطمة أنا بنتي في السادس هي متفوقة في الدراسة ديالها ولكن هذا العام خايفة بزاف وغير كتبكي
كنسولها علاش، كتقول لي هي ما عرفاتش علاش قلبها مقبوط ومضيومه، ما عرفتش كيفاش نتعامل معها. الوغ السادس في المغرب في نظام التعليم ديال المغرب، وهو العام ديال الامتحان الشهاده عندهم امتحان في اخر السنه داكوغ. واخا هي ما تقولش لكم علاش، شي مرات حنا ماشي غير الاطفال، حتى الكبار شي مرات كيحسوا بالخوف او كيجيهم امراض ديال الخوف وهما ما عارفينش السبب. تيكون سبب تيكون ولكن ما تيكونش واعي به. حتى ملي كنديروا معاه التحليل وهذا عاد نوصلوا للسبب، تيقول لك وي دكتور سي اكزاكتومون سا. انا قلت ياك ما تكون خايفه من الامتحان ديال اخر السنه داكوغ. انا كنش كنقول مع الاطفال، الاطفال اللي كيجيو عندي ولا حتى المراهقين، انا كنشوف سورتو المراهقين والكبار اوسي، الكبار اللي كيخافوا مثلا كتسمى هذه لونكسيتي دو بيرفورمانس، انه ما يكونش متفوق، فوالا خايف انه ما يكونش من الاولين من الاوائل، فوالا هاد لونكسيتي دو بيرفورمانس. شنو تنقول لهم سورتو اللي كتجي من الامتحان، نهضروا على الامتحان، انا تنقول الامتحان راه ماشي حنا من الطفوله ديالنا سورتو في النظام المدرسي ديالنا كنوريو للطفل ان ذاك الامتحان هو يوم ديال الاعاقه، تيقول لك يوم الامتحان يعز فيه المرء اولها، ما خصهاش تبقى تقال هذه القضيه. لا ولا تنجلس الوليد هو تيقرا اللي خطا في شي حاجه، ايوا حنا غادي نشوفو كنعاتبوه من هنايا الان في الامتحان، غتولي نشوفو يديك فوالا، ولا الوليد لعب ولا غنى هو دابا هذا الشيء راك فالح فيه فوالا، والامتحان والو ما غاديش نشوف كلشي غتولي نحط. دونك بهذه الطريقه تنطوروا للطفل الخوف من الامتحان، وهذا الشيء تعامل عادي اللي حنايا عندنا في المجتمع ديالنا وبالنسبه لنا هما هما هم ولكن بون هما الاباء ولا المعلمين، بعض المعلمين اللي كيديروا هكذا هما تيكون عندهم حسن نيه، تيقول لك ربما الا هضرت معاه بهذه الطريقه صافا لو ستيمولي عادي يخاف ويمشي يقرا. نو بالعكس، راه ملي كدير له ليان ديال الامتحان مع العقاب مع الاهانه، راه الطفل في المخيله ديالو كيبان ليه ذاك الامتحان بحال عدو. بالعكس انا نقول لكم حبوا ليهم الامتحان ماشي عدو، ولكن بلوتو لا كيغ حرب، حرب داخل في حرب فوالا، والحرب الانسان ملي كيدخل حرب راه لو ايليونس اون ايتا دالارت، راه كيخاف. ملي تنخافوا كنطلقوا واحد الماده سميتها لادرينالين، القلب كيبدا يضرب فوالا، القلب كيبدا يضرب دغيا، كيبداو فاقفا لي ترومبلومون داكوغ، حتى التركيز تنقص، كتبان عليه العلامات ديال الضان القياء ولا دياغي فوالا. دونك ما خصكمش الاباء تخوفوا الاطفال من يوم الامتحان، بالعكس خصكم تقولوا له الامتحان وهو اللي كيخلي الانسان يزيد في حياته. الا كون ما كانوش الامتحانات راه ما نقراوش، ما نوجدوش، ما نتعلموش. الامتحان راه صديق، الامتحان هو اللي كيخلي الانسان يزيد في حياته، الامتحان هو اللي كيخلي الانسان يقرا ويشاهد، الامتحان هو الصديق اللي كيخلينا نزيدوا في حياتنا الدراسيه والمهنيه، وما كنخافوش من الاصدقاء ديالهم فوالا. تري بيان الوغ بون سي ادم، شكرا شكرا. ادم عمره 8 سنوات، انا راه العطله كلها وانا كنقول ليه كنقول غادي تبدل المدرسه، وعندي تبارك الله ذكي وتيقرا وحشومي، ومنين دخل المدرسه ضرباته الاستاذه وقالت له يحسب راسك في المدرسه ديال الفلوس، وضرباته وما بقاش بغى يمشي للمدرسه. بون غنتكلموا على بعد على واحد الموضوع اللي هو لي شاتيمون كوربوريل فوالا. دونك بلا ما ندخلوا في واحد لو ديتاي، حنا غنهضروا بصفه عامه. بصفه عامه انا كي قلت لكم قبيله، بعض المدرسين هما تكون عندهم نوايا حسنه، تيبغيو يمكن هو بالنسبه لي هذيك الطريقه باش غادي الطريقه باش تكون لا ديسيبلين، ولو ماشي هي الطريقه اللي خصها، ولو ماشي هي الطريقه اللي خصها تكون، لا بالنسبه لنا حنايا اباء العنف ما خصوش يكون، لا بالنسبه حتى الاباء ولكن العنف عند الطفل راه ماشي هو اللي غيخلي يقرا، ولكن واحد القضيه راه حتى الاباء خصهم يعاونوا المعلمين. الاباء خصهم يهيئوا هاد الاطفال على الدخول المدرسي وعلى المدرسه بصفه عامه، الاباء خصهم يحسوا التلاميذ على لوبيسانس لا ديسيبلين لوبيسانس، انه يتبع القوانين وانه يسمع الاساتذه ديالو، انه يسمع الاساتذه ديالو فوالا. دونك تل العائله خص تكون بحال يكون ان ترافاي اون ايكيب ما بين الاسره التعليميه مع الاباء، ما يكونوش الاب يمشي حتى هو يقول لك، راه حتى الاباء بعض المرات يمشيو عند الاستاذ يقول له علاش ولدي ما تيقراش مزيان، علاش هذا، علاش يعني ما كتسالش هذاك المعلم بانه الي اغريسي فوالا من عند الاب،
وبان ولده حيت ما عطاش الوليد حيت ما عطاش النتيجه دونك راه هو ما دارش معاه الخدمه ودونك تيولي مجبر على انه خصو يشوف الطريقه باش يخلي هذا الوليد يعطي فائده. فوالا اكزاكتومون. اذا الضرب انا بالنسبه لي هذا سان افي بيرسونيل، هذا راي شخصي، ما يصلحش الثاني، ما يصلحش التربيه. كاين طرق اخرى وراها نجحت في الدول متقدمه ما تسميش هذا لو تيرم، دول ماشي حتى دول متقدمه، بزاف ديال الدول راح اللي نفس المستوى الاقتصادي والاجتماعي ديال المغرب، ولكن حلوا المشكل ديال التعليم، وحلوا المشكل ديال هذا المشكل ديال الطريقه اللي كنتعاملوا معها التلاميذ. كاين طرق اخرى ربما خصنا نعيدوا النظر في التكوين ديال الطرق البيداغوجيه. Préparer même les enseignants à une meilleure pédagogie afin de mieux prendre en charge les enfants. D'accord ? ويكون مثل الاباء، انا كنأكد عليها نعاودها اون اوتر فوا، الاباء تما خصهم يعاونوا المعلمين ويهيئوا هذا الطفل على انه يكون اوبيسون. نبغي نرجع للدخول المدرسي، التهيئ ديالو ديال اخر سؤال غادي نعطيك. تفضلي تفضلي مدام. الوغ مدام عذراء الدويشي، ما في دو 4 ans s'appelle ياقوتا، تبارك الله وصل عندي، يمكن انا تنعرف ياقوتا، لا كانت ياقوتا اللي تنهضر عليها كوكو ياقوتا. وتحياتي عذراء. Alors, elle pleure chaque jour dès le réveil avant de partir à l'école parce qu'elle déteste la sieste de 12h 14h. Quelle solution s'il vous plaît ? علاش كتخاف من ديك لا سيست؟ ما بغاش لا elle n'aime pas la sieste de 12h 14h donc ما بغاش. Elle peut très bien. Alors, هنا خصكم تشوفوا مع المعلمه سي ديتست لا سيست، واش ممكن ان المعلمه تلقى لها دي زاكتيفيتي اوكوباسيونيل، شي حاجه واحده اخرى اللي غديرها باسكو هي ما بغاش لا سيست. باسكو ما بغاش لا سيست نعوضوا ليها هذيك لاكتيفيتي، حيت لا سيست علاش اللي امبورطون الا هضرنا قبيله، لو سومي اي تري امبورطون، النوم في لا ماتيرنيل اي تري امبورطون، سي انتر 10 ا 12 اور ان جينيرال اون موين سي 12 اور في لي بوزوان ديال لو سومي. الا كانت هاد الدرجه ان الطفله ما كتبغيش ولا تكره ليكول اكوز ديك لا سيست، نقدروا نعوضوها ليها، ما كاين مشكل. غير هذا الشيء il doit être pris de concert avec les enseignants avec la maîtresse. يعني خصنا نتفقوا مع الوغ هو في المجمل انه هو واحد العمل اللي تيكونوا فيه الاباء، تيكونوا فيه المعلمين والمسؤولين، لاش باش هذاك الطفل يعطي يكون ايبانوي، يكون مرتاح في المدرسه ديالو، يكون فرحان، يكون عاجبو الحال، ولا كان فرحان وعاجبو الحال راه غادي يعطيني لو ماكسيموم. قبل ما نرجع ليك دكتور انوار، واحد الحاجه بغيت نهضر فيها، واحد الموضوع انا اللي بغيت نحلو وباش غادي نختم معك دكتور انوار. الوغ ولات عندنا واحد لا مود هي جديده اللي هي تنتباهاو بالقرايه وبالمدرسه، واش ماشي هادشي واقع ديال انا ولدي في السيستم تال تيقرا واحد العدد ديال السوايع، تندير ليه واحد العدد ديال الدروس الثانويه، وتيدير الموسيقى الكاراتي هادي دونك انا الدري تنشدو تندير لي واحد لو بروغرام اي جو لو بوغ. علاش انا او طونك اب ولا ام تنتبه بها ولا تنحس بالافتخار ولا تنحس براسي تندير شي حاجه مزيانه، انا خدام على هذا الوليد ولا البنيه خصني نخليه يدير كلهم لي زاكتيفيتي باراسكولير، و اون ميم طون خصني ندخلو ندير ليه سوايع وندير ليه باش هذا الوليد خصو يكون هو الاول، حيت خصني نتبه به. اول حاجه انا ضد انني نقول اخ مع اختي ديالو ولا اخت مع اختي ديالها اختك تجيب احسن منك. جامي كنقارن بنتي مع ولد الجيران، كتنقص ولا مع ثقه النفس ديالو هاد لونفون، وفو بريزي سكون ابل ليستيم دو سوا. كيفاش هو تيثق في راسو؟ فوالا، الثقه في نفسه والقيمه اللي كيعطيه هو لراسو. انا بغيتك تشرح للمشاهدين ديالنا، انا ماشي كلهم الاطفال راه ماشي ما بغاش يقرا، راه ماشي كلهم الاطفال عندهم نفس الدرجه ديال الذكاء نفس الدرجه ديال الروندمون ويقدروا كلهم يجيبوا 10. الوغ هنا ندخلوا في واحد الموضوع كبير، لكن ممكن بواحد الطريقه نحاول. الوغ راه جميع البشر بطبيعه الحال ما كندويش على الاطفال اللي ذوي الاحتياجات الخاصه او اللي كيعانيوا من تاخر ذهني، ما كنهضرش عليهم، لكن كنهضر بالاطفال بصفه عامه، الاطفال اللي ما عندوش مشكل عضوي او مشكل تاخر ذهني. راه تقريبا عندنا لو ميم سيرفو، نفس الدماغ، غير لو سيرفو اعتبروه بحال اون ماتيير بروميير، ماده خام. ماده خام مثلا تجيبي ليا دو لارجيل، نقدر نصوب بها ان فاز ولا لا بوتري ما زويناش، تو كوم جو بو فير اون سكولتور زوينه. ساهله، كيفما كان فوالا غنخرجها مقاده
غنخرج فيها نوينه تيغنخرج عوجه من واحد اكزاكتومون كيفاش عجنت انا وعجنتي كيفاش عجنتي هذا وكيفاش الطفل حتى هو المجهود اللي دار كيفاش قرا حيت كاين واحد لو كونسيبت سميتو في لي نوغوسيونس لا نوروبلاستيسيتي لا نوروبلاستيسيتي يعني نقدروا نطوروا الذكاء ديالنا اكثر الوغ رجعوا لي زاكتيفيتي vous avez tout à fait raison دكتوره انا بلاصي ضد لي زاكتيفيتي يكونوا كثر quand vous bourrez le programme ديال ان انفان ديجا عنده لي دوفوار ديجا عنده المدرسه ديجا عنده سيغتان زيكول اللي قلت لك بعض الاباء كيتباهوا بهم اللي عندهم كيعلموا ولدي عنده 7 سنين كيتعلم الفرنسيه انجليزيه اسبانيه اكسيتيرا en plus de ça vous leur ajoutez des activités musique équitation pour certaines classes sociales natation non اختاروا ليه une ou la deux activités par plus اللي عيبغيهم يلاه اكسبيرين نقولها لك اللي عيبغيهم الطفل ماشي اللي غنبان ليهم انا فوالا اختاروا لاكتيفيتي اللي تعجب الطفل واللي تكون لا بلوز ادابتي شو الطفل باغي يدير سبور باغي يدير ان ار مارسيال من الاحسن ان ار مارسيال شو الطفل عنده حس فني كيبغي لا بانتور كيبغي وسولو شنو يعجبك ناخذ الراي ديالو ماشي حيت بعض الاباء داكشي اللي ما داروش وما في الطفوله ديالهم داكشي اللي كانوا حلموا انهم يديروا في الطفوله ديالهم وما داروش كيديروا بحال قلتي اون بروجيكسيون كنعيطوها بالفرنسي لا بروجيكسيون بروجيكسيون يعني بروجيكت كيديروا على وليداتهم كيديروا على وليداتهم كيديروا على وليداتهم فوالا راه وليداتكم ماشي هما نتوما وليداتكم هما وليداتكم اختاروا معاهم لي زاكتيفيتي من الاحسن هما يختاروهم وما تكثروش عليهم لي زاكتيفيتي وراه ماشي على قد ما خلصت كثر على قد ما ولدي غير سان فو ريان دير كاين كاع حنا والدينا قراو في مؤسسات عموميه فوالا وتبارك الله تبارك الله الحمد لله وهذا بون ابخي راه سيتي ان اوتر سيستيم كان اوتر سيستيم ما كانش المشكل ديال اللغه كيف ما هو مطروح حاليا ما بون هذا موضوع اخر ماشي الموضوع تكمل في الموضوع ديالك بقاو شويه ديال الدقائق باش نخدم زايده مش غادي نختموا الحكمه لا غادي نديروها يوم الاربعاء ان شاء الله دونك نهضروا في قلت لك من قبل قلت لك راه بلا ما نرتبوا راه حنا ما غاديش داكور دونك نهضروا كانوا الاسئله اللي كثارين بزاف وكان التواصل والتفاعل معك والاسئله كانت في محلها داكشي علاش اختاريت اننا نجاوبوا عليها وكنشكروا جميع المشاهدين على المشاركه ديالتهم دونك بغيت نرجع للدخول المدرسي ديال الابتدائي الاول هو كيختلف على الدخول المدرسي ديال الماتيرنيل علاش حيت هذه المره الطفل راه يوغا ان شونجمون كتسمى ليكول دي غران دابا ما بقيتيش في لا ماتيرنيل ما تبقاش لا سيست ما يبقاش اللعب الطفل غيتعلم القراءه والكتابه والحساب دونك غيكون تغير جذري في التعامل مع الطفل اول حاجه كتكون بعدا لاشا ديال لا فورنيتور سكولير بعدا قبل لا فورنيتور سكولير الطفل خصنا نحضروه لهذا التغير غنقولوا له دابا وما تخلعوش بزاف فو با لوي دير دابا دخل لي غران راه المدرسه صعيبه راه خصك تنتبه فوز علي ديفلوبي دو لونكسيتي دو بيرفورمانس فوز علي ستريسي هاد لونفون بالعكس غيولي خايف انه يجي مزيان ولا ما عاوتاني نهضر لكم على التحبيب دابا راه كبرتي غتدخل في المدرسه ديال الكبار تبارك الله عاد تقرا عاد تجي عندنا داك الجورنال اللي كنقرانا في الصباح حتى عاد تقرا معايا الجورنال عاد تبدا تعاوني عاد نديك نتايا تبدا تحسب مع لي بيسيي الصرف داكور و زالوي دير كي فا ابروندر دي نوفيل كومبيتونس شي حوايج معلومات جديده وحوايج اللي غادي يعاونوه حتى في حياته يعني غادي يدوز واحد المرحله اخرى يعني راه يقرب مني انا اكثر ويبدا يدير الحوايج ديال الكبار فوالا دونك باش نهيئوا هاد الطفل على هاد الدخول وعاوتاني نفس الشيء بالنسبه لا ماتيرنيل ديو ديك المدرسه الابتدائيه اللي غيكون فيها ها هي المدرسه ديالتك ولا كان من الاحسن هذه من جانب المدرسه يديروا ابواب مفتوحه المعلمين والاساتذه والاداريين ويشوفوا المعلمين يهضروا لهم شويه على البروغرام شنو غيكون في الدراسه ولي بارون ما يكونوش ستريسي هنايا Les parents ils ne stressent plus à la séparation. Ils stressent à le rendement scolaire. Ma tibqaouch m'assbin ou la tkhoufin men anno ghitfaq ma waldo علاش لانه كبر وصافي راه هو ولف دوز البريمير. تولي خايف ولدي شنو غيجيب واش غينجح غيجي الاول ما غيجيش الاول فين غادي يوصل. فوالا وهذاك الخوف راه ديال هما براسهم لي بارون يفون اون اكسيتي دو بيرفورمانس بارابور ا لور انفون اسكو لور فيس لونفون سورا بيرفورمان. تيقولوا واش هذا الوليد غيوصل ولا لا؟ سورتو لا كانوا دي بارون تعرضوا كانوا ضعاف في الدراسه ديالهم اللي كانوا صغار واش غيطرى لي نفس الشيء لا بروجيكسيون يل بروجيت على ولادهم كما ولدي حتى هو غيطرى لي فحال يطرى ليا ما يقراش مزيان ما يجيبش الشهاده مزيانه وكاين العكس كاين دوك لي بارون اللي كانوا كيقراو مزيان
هادو كلمات بوكو دو بريسيون عليهم. انا راك تنقرا كتندير هذا بوحدي فوالا بوحدي ودغيا دغيا حفظت نو لا نو بلو فو با فيغ دو بريسيون. ما عمر شي حد ما تيكون بحال شي حد. ما تخلعوش من المدرسه الابتدائيه، بالعكس خصكم تبداو تحبوها ليه. و ملي لا فورنيتور سكولير تشرى مع لي بارون تقولوا له هذا وتفسروا ليه ديالاش، هذا لو كايي ديال الفرنسيه، هذا لو كايي ديال العربيه، هذا ديال الحساب، يعني يشارك معنا في الشراء ديالهم وفي التصاويب ديالهم، وتفسروا له هذا ستيلو باش تكتب، هذا لو تاي كريون باش تنجر القلم مثلا داكوغ، ونعلموا كيفاش يتهلا في الحويجه ديالو ويراقبهم فوالا. وكتعلموا حتى روح المسؤوليه من 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 الصغر تاعو، راه خصك تحافظ على ستيلك ما تودروش، ويختار هو المحفظه ديالو كيفاش بغاها. بون بيان سور فو با ليسي دي حسب الامكانيات حسب الامكانيات داكوغ. وملي يكون الدخول لا اوسي لي بارون خصهم يديروا ان ترافاي سور سوا، حيت لي بارون لي بلو ستريسي، هنا كنقولها ونعاودها، لي بارون لي بلو ستريسي اللي عندهم الخوف اكثر هما اللي تكون عندهم الوليدات خايفين اكثر. دونك alors هنا لا ما بقاش عندنا الوقت عفوا داكور تري بيان. alors تنشكرك دكتور انور ياسين، شكرا جزيلا، تنتمنى ان انت براسك تادابتيتي وعجبتك الحلقه، حلقه مميزه، دكتوره وصحفيه مميزه، مشاهدين تبارك الله في المستوى. الله يحفظك، شكرا على التواصل والتفاعل ديالكم، على الاسئله ديالكم. اليوم الاربعاء باذن الله غيكون معنا الدكتور انور ياسين، غادي يهضر معنا على المشاكل، منين تنصادفوا مشاكل في المدرسه، ما غنبقاوش في الدخول المدرسي، مي منين تنصادفوا مشاكل في التمدرس، في لو روندمون، في العطاء ديال الاطفال ديالنا ولا ديال الشباب ديالنا. انا غادي نهضر لكم على المشاكل ديال لا كونتينو ديال المدرسه. وجدوا لنا الاسئله ديالكم، كونوا معنا، تواصلوا معنا وتفاعلوا معنا، حنا دائما معكم. شكرا دكتور انور ياسين، ميرسي افو، نتلاقاو معك يوم الاربعاء ان شاء الله، ومن بعد غادي نبداو نتلاقاو معك كل يوم جمعه باش غادي نهضروا على الامراض النفسيه باذن الله. من هنا اليوم الاربعاء تحياتي لكم، خليتكم على خير، بدايه اسبوع موفقه، الى اللقاء. الى اللقاء.